وواحد اسمه استيفان باسيلي. استيفان باسيلي رجل عجوز فوق الثمانينات في ذلك الوقت، ولكنه كان وكيل لنخابة المحامين وشخص معروف جدا من السادات تعرفه، ويمكن شخص ثالث او بتاع مش فاكر مين. طيب فاستيفان قال له يا سيادة الرئيس عايزين القبض تعيد. قال له ما يعيدوا يا استيفان، وحد هيشهم من المعايدة؟ قال له البطرك زعلان، كان في البدايات بقى البطرك معتكف في الدير. قال له ما يعتكف يا زلمه، هم يعيدوا، هو يعتكف لكن هم يعيدوا ليه؟ لا بعدين انا هقول لك حاجه، هو حنا نيروز، حنا نيروز كان واحد محبوس معاه في السجن مع السادات، يقعد مع البابا شنودة لوحدهم في مكان كده ويقول له، البابا شنودة طبعا انت هتقف مع صاحبك مع انور السادات في الخلاف، قال له لا برعبتي يا سيدنا. قال له بقى له رعبة بيحلف بيها؟ ده انا رحت حضرت فرح ابنه في الكنيسة، اقعد اقعد قوم قوم اقعد اقعد قوم قوم، تخص الصلاة هناك قيام وقعود كتير. لا يا استيفان ما حدش يكلمني في الموضوع ده. قال له يا سيادة الرئيس ده انت بتقابل بيجن، مش هتقابل بيجن، بيجن بيجن مش هتقابل شنودة. قال له بيجن بيطعن في الوجه، انما شنودة طعني في الخلف. بيتهمه بانه تآمر عليه بشكل او باخر. فدي كانت اجواء الخلاف، وعدد كبير من الاقباط ايدوا السادات ضد البابا. زي مين؟ بعض الكتاب موسى صبري، واحد كان اسمه طلعت يونان، عدد اخر مش متذكر الاسماء، كتاب وصحفي. في اي حادثه تحديدا ادعى السادات ان بابا شنودة طعن بال ما قالش، ما اداش تفسير، بس ده الحديث اللي حصل. يعني واضح كان بيجيله تقارير امنيه انه في موعظه مثلا في يوم الاربعاء قال كذا وكذا، المح الى كذا. هو كان انور السادات يتجسس على بابا شنودة؟ ما بيتجسس يا اخي، انت مش قادر تعرف السياسه في اي بلد. اي مسؤول بيتكلم لابد ان يصل حديثه الى راس الدوله، وعندكم في الكويت كده وفي السعوديه كده دكتور، يوصل الحديث انا في مكان عام. ايوه وده مكان عام. لا انت بس ذكرت قبل قليل القصه صارت بين اثنين، بين بابا شنودة وبين شخص. لا ده موضوع ثاني ده. فهل كان لا ده موضوع ثاني. هل كان يتنصت، حتى نخفف العباره، يتنصت انور السادات على البابا شنودة؟ لا، ربما اجهزه الامن تكون زرعه حاجه في المكان اللي فيه البابا شنودة في ذلك الوقت نتيجه يعني. علمهم بالخلاف. ايوه وهذا عمل مشروع في السياسه. انت ما تناقشنيش بمنطق اخلاق، ناقشني بمنطق برجماتي سياسي. انا لازم اعرف اللي بيدور في البلد. لا بس طيب ما اقدر اناقشك في هذا الموضوع بما ان انت يعني تستثني الجانب الاخلاقي من الموضوع. مش انا اللي بستثنيه، ده الواقع السياسي. السياسه تعرف الاخلاق، السياسه ابعد ما تكون عن الاخلاق. ماكيافيلي ما قال فصل الامر، فصل السياسه عن الاخلاق من 800 سنه انتهى. وفي سياسي عنده اخلاق؟